مواطنين بزاف منهم تيعيشوا وعاشوا مشاكل مع الحصول على تأشيرة السفر للدول الأوروبية. هذا هو موضوعنا في فقرة القانون مع الأستاذة خديجة الروجاني. معنا كذلك الدكتورة أو السيدة حفصة بوغرين ضيفة ليلى الحديوي فقرة قفطان صباحية دوزام، والسيدة خديجة حلام ضيفتنا فقرة حنة اليد، والبداية غتكون مع الدكتورة ليلى بشرى فقرة الطب العام. الكل في صباحية دوزام، مرحبا بكم معنا. وموضوعنا في الصحة العامة لنهار اليوم يخص العطلة الصيفية، يخص الأطفال والكبار، يخص البحر. غادي نتكلموا على لساعات قناديل البحر أو ليميدوز اللي معروف بهم أكثر، البحر الأبيض المتوسط. فاليوم بغينا نعرفوا شنو هي أولا الإسعافات الأولية اللي خاصنا نديروها، لأن من بين اللي متوارط واللي تنشوفوا واللي خاصو يدار كاين فرق كبير، وبغينا نعرفوا واش فيها خطر ما فيهاش خطر. الدكتورة ليلى بشرى غتنورنا، السلام عليكم. وعليكم السلام سميرة. فعلا فالشواطئ المغربية خصوصا الشواطئ ديال الشمال ديال البحر الأبيض المتوسط كتعرف واحد الهجوم كبير ديال هاد قناديل البحر اللي هما لي ميدوز، والشمالين كيطلعوا لهم أكوا بيبا بالإسبانية أكوا بيبا. ألوغ هادو فهما من الحيوانات البحريه، هما من الرخويات اللي كيكونوا في جميع المحيطات والبحور، ولكن العدد ديالهم كثر بزاف في الشواطئ، فهي من نتائج ديال الاحتباس الحراري. شنو وقع؟ الحراره ديال المحيطات والبحور تزادت الدرجات خصوصا في فصل الشتاء والربيع. دونك شنو كيوقع في فصل الصيف؟ الغذاء ديال هاد الرخويات كيكثر بزاف في الشواطئ، فهما كيتغذاو على دوك اليراقات ديال الاسماك ولا رخويات صغيورين، دوك هما اللي كيخليهم انهم يجوا بكثره للشواطئ. كذلك كاينه مساله اخرى، هما لي بريداتور ولا الحيوانات اللي كتفترس هاد الرخويات قلالو. الوغ شكون هما هاد الاسماك اللي كتفترسهم؟ هما لو طون غوش، كنعرفوا بان الطون الاحمر كيتعرض لواحد الاستنزاف كبير، كيتصيد بزاف، وكذلك السلاحف. حنا ما عندناش السلاحف، ما كتجيش كتبيض عندنا في الشواطئ ديالنا، دوك حتى لي بريداتور اللي غادي ياكلوا لنا هاد الرخويات ما كاينينش، وبالتالي كثروا بزاف. كثروا. كذلك كاين مشكل اخر اللي يقدر يكون من بين الاسباب، هما ان دي فوا كيكون كتكون ريح مجهده بزاف وكتجيبهم من شواطئ الاسبانيه للشواطئ المغربيه. دونك هذا ماشي الاختصاص ديالي، ولكن بغيت ندير واحد التذكير. ولكن الجميل ان هاد النظره العامه اللي عطيتينا مفيده جدا. الوغ شنو كيوقع؟ هاد الرخويات عندهم دي تونتاكول، عندهم بحال دي فيلامون ولا بحال واحد الخيوط. دوك الخيوط لما كيقيسونا فحنا كنحسوا بواحد الحرقه كبيره بزاف وبحال اون ديشارج الكتريك. الوغ تنعرفوا بان راه ماشي عضه، هي راه تسمم. هكذا، لان هذوك لي تونتاكول فيهم واحد بحال واحد السم اللي غير كيقيس لما هذا الحيوان كيقيس الانسان، فهو كيخاف. فاش كيخاف كيطلق هذاك السم ديالو. سبحان الله. دونك كما قلت كتكون كيكون احساس بون ديشارج الكتريك والم كبير، الالم كيبلغ الشده القصوى ديالو من وراء واحد 20 حتى 30 دقيقه. الوغ في الجلده شنو كيكون؟ كيكون احمرار، كتبدا كتنفخ هكا، كتبان هكا مجبوده. وفات مجبوده شنو هي؟ سي اللمسه ديال هذوك لي تونتاكول ديال هذوك الخيوط ديالها. دونك شنو هما الاسعافات الاوليه اللي نديرو؟ اول حاجه لما نحسوا بالحريق فاش نكونوا في البحر نخرجوا بسرعه. علاش سامر؟ لان كاينين بعض الانواع ولا بعض الفئات ديال هاد الرخويات ولا هاد قناديل البحر اللي كتكون سامه ولا كتادي الحساسيه اللي كتكون قبيحه بزاف. دونك خصنا نخرجوا دغيا، لان الله يحفظ الا درنا اون رياكسيون ولا درنا ان ماليز ولا حساسيه كبيره نكونوا في شط البحر، لان كاين الله يحفظ بعض الناس اللي كيتعرضوا ولا شي حاجه شي غرق كتكون لا نوايا. دونك نخرجوا اول حاجه نخرجوا ايميدياتمون، نجلسوا في الظل ونغسلوا هذيك البلاصه بالماء ديال البحر ماشي بالماء العذب. علاش؟ لان فاش كنديروا الماء العذب بحال كنطرطقوا دوك لي فيلامون كيزيدوا يفرزوا السم. ما نستعملوش كذلك الكول، دونك نغسلوا مزيان 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 هذاك الشيء، والا بان لينا كاينين باقيين طريفات ديال هذوك لي فيلامون ولا الخيوط تقدر تخليهم فيه اكزاكت، يبقاو لاصقين. دونك خصنا نحيدوهم اما بشي نتاف ولا نستعملوا غير اللعاب ديال الدري الصغار، داك البلا الصغيره باش كيلعبوا، ونكرطوا ديك البلاصه باش الا بقات شي حاجه تكرط. دونك هادو هما الاسعافات الاوليه اللي نقدروا نديرو. مساله اخرى اللي تقدر تسهل علينا، خاصنا نحيدهم بيدينا لان لا غادي نتقاسوا، حيت كتفكر علاش قالت اللعاب ديال الدراري الصغار ما خصناش نقيسوا. واضح واضح صافي، شكرا. المهم قلت اقرب حاجه اقرب حاجه كتكون ابوغتي دوما في البحر هما دوك اللعاب الصغار، نقدروا نكرطوا بهم هذاك البليصه. مسألة أخرى اللي نقدروا نستعملوا إلا كنا قراب من المنزل هو نديروا الماء اللي فيه إما الخل ولا الحامض، ولكن يكون مخفف بيان سور،
لا ذاك المحلول الحمضي كيعاون بان ذاك السم ما يزيدش ينتشر. دونك هادو هما الاسعافات الاوليه. دونك داكشي كله اللي كنسمعوه ديال نحكوا للرمله بون كاينين بزاف ديال الوصفات وبزاف ديال لي غشب. دونك داكشي كله نساوه نساوه. ابسط حاجه هو اننا نغسلو مزيان مزيان بالماء ديال البحر ونديرو لو فينيغري ولا سيتروني تكون بيان ديلوي تكون مخففه مزيان. شنو هي الخطوره الا ما درناش هادشي؟ واش كاينه خطوره بعدا فهاد الساعات ولا لا؟ الوغ باش نتفاهموا هي الخطوره القصوى جد نادره. الخطوره اللي كاينه هو اننا كنتصابوا بحروق جلديه. الوغ امتى كتكون الخطوره؟ الا كانت واحد النوع من هاد القناه ديال البحر سميتو كاينه واحد النوع سميتو لا غالغي بورتوغيز قليله في المغرب. هذه كتكون سامه سامه ولكن بون ماشي وفات ماشي السم ديالها اللي صعيب ولكن كدير لنا اون رياكسيون اليرجيك مجهده بزاف وان الشخص كيحس بأماليز كتجيه الدوخه كيقدر يتنفخ كتكون صعوبه في التنفس. يا لطيف. دونك في هذه الحاله هي فاش خصنا لابد الشخص اللي تصاب بهذا المشكل نديوه بسرعه للمستشفى. الحالات اللي كتكون قبيحه بزاف كذلك سميره هي لما كتوقع لينا في الوجه. كاينين الناس اللي كيتقاسوا في الوجه ديالهم ولا كتكون اون بروجيكسيون ديال هذاك السم ديالهم في العينين. دونك كتحرق لا كونجونكتيف. لا كونجونكتيف هو الغشاء الخارجي ديال العين. ايوا. دونك هادو هما الحالات اللي خصنا نمشيو بسرعه للمستشفى تما كتكون اسعافات. سي ريكوبيرابل نقدر لا سي ريكوبيرابل سي ريكوبيرابل ولكن خصنا نمشيو للمستشفى باش نقدروا نعالجوا الموقف. دونك هذا بالنسبه للاسعافات الاوليه ولكن راه ذاك الحرقه كتبقى عده ايام. هنا خصنا نستعملوا دي كريم ابيزونت تكون فيهم ماده البونتينول ولا لا سانتيلا ازياتيكا. الو هاد لي كريم ابيزونت ولا سيكاتريزونت كيكونوا في الصيدليات في الباغافارماسي نستعملوهم عده مرات في النهار وباش نتفاداو ان لا سيكاتريس تخرج لينا كحله من بعد خصنا لابد نديروا لي كرون فوق من ديك البلاصه ونحاولوا ما نعرضوهاش للشمس. اكزاكتومون. في بعض الاحيان هذوك الحرقات كيقدروا يتنبلوا. الا تنبلوا هنا كنحتاجوا ان نستعملوا كريمات اللي يكون فيهم ماده الكورتيزون باش نحيدوا هذاك الالتهاب وما تخليش لنا اون سيكاتريس قبيحه. كاين مشكل اخر ديال ديال لا سيكاتريزاسيون. في بعض الاحيان لا سيكاتريس كدوز 6 شهور وكتبدا كتنفخ وكتحمر كتسمى اون سيكاتريس كيلويد. دايوغ كانت عندي واحد البنيته في دوزات الصيف في الشمال وقع لها هذا المشكل عضاتها لا ميدوز وبرات ومن بعد لا سيكاتريس تنفخات وحمرت كتسمى اون سيكاتريس كيلويد. هنا مشكل اخر خصنا لابد نمشيو عند الطبيب الاختصاصي العلاج ديال هاد لي سيكاتريس. شكون الاختصاصي دائما؟ لو ديرماتولوج. هو اننا كنديرو حقن ديال لي كورتيكويد في وسط من هذيك لا ليزيون فوق من داك الانتفاخ باش يهبط وكنستعملو ان بونسمون سيليكوني واحد لو بونسمون اللي غادي الضغط باش كتهبط والمده كتكون طويله بحال هذيك البنيته العام اللي فات تحرقات بهاد لي ميدوز ما برات حتى تقريبا لو موا دمي ما بقاش اثر ما بقاش الاثر تفشات ولكن غير باش نقول بان الواحد ما يستاهنش لان الناس شنو كيوقع كيكونوا البحر عامر بلي ميدوز كيقول لك سي با كاف كيجيبوا الشبيكات كينقيو شويه كينقيو شي شويه وكيقول لك ندخلوا نعوموا لا. دونك نحتاطوا بزاف لما يكونوا لي ميدوز في البحر. الاطفال الصغار منعوهم منعا كليا انهم يعوموا. بعض الاحيان سمير كيكونوا لي ميدوز قلال دوك الناس كيقدروا يعوموا ولكن الى عرفنا بان لي ميدوز كاينين ما عمرنا نتلاحوا على راسنا باش نتفاداو اننا تجينا دقه. اكزاكتومون. ان يقيسونا في وجهنا ولا يقيسوا العينين ديالنا. مساله اخيره سميره بعض المرات هاد لي ميدوز كيلوحوهم البحر ما خصناش ناسفوا عليهم. تو سي كو تقدر تدوز شهرين وباقي فيها السم ديالها. يا لطيف. دونك ديما لبسوا لي صندال يهزها ويشوف شنو هو هذا الشيء. دونك شهرين تيبقى فيها السم ديالها في دوك لي طونتاكول في دوك الخيوط ديالها. واخا انا بغيت نسولك سؤال. واش ما كاينش شي وصفه اللي نقدره نديروها باش لا ميديز ما تقيسناش؟ لا للاسف. الحامض الخل وداك الشيء ديال زيت العود والخمر شي سلحفات كبيره ياك تكون معاك باش دونك ما كاينش شي وسائل الوقايه. لا. الا عداتك عداتك خاصها الاسعافات الاوليه يعني نحتاج هو اننا الا كان البحر عامر بهم بزاف راه ما خصناش نعوم. واضح. شكرا لك دكتوره ليلى بشرى. بقاو معنا مشاهدينا نمشيو نتعرفوا على حنه اليد ضيفتنا اليوم مع منى الصباحي. خديجه الحلام هي اللي غتورينا حنه يديها اليوم مع فقره حنه اليد مع منى الصباحي. طبعا غادي نتعرفوا على مهارات مغربيه اخرى سيده اللي فردت الوجود ديالها وقدرت دير مشروع مدير للدخل. منى السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك لالا. ربي يخليك. الحمد لله. نهار كبير هذا نورتينا فيه. الله يحفظك. شكرا. شرف لي. الصوره شي شويه مع لالا منى. فخديجه تبارك الله وصلح النبي عليها. نقول لك كيفاش تبدات هذا المشروع ديالها. هي الام ديالها دخلتها تعلم الصناعات من كانت صغيره يعني يمكن بحال بزاف العائلات المغربيه اللي كيديروها وانقطعت عليها
وكملت الدراسه ديالها وخدات كذا ديبلوم بيوتيك كونطابيليتي، وصلت للسنه الثانيه في الجامعه وكتلقى راسها باغا دير شي حاجه ديالها. تزوجت ولدت فما قدرتش تخدم داك الساعات، لان كنعرفوا ان لو بيبي في الاشهر الاولى كيكون محتاج واحد العنايه كبيره جدا، والمدينه هي اللي تتسكن فيها بعيده شويه على اون فيت سي مكان بين جوج المدن الكبرى، فبالتالي بعيد على المراكز الاقتصاديه. اشنو هندير ما هندير؟ واللي عجبني في خديجه تبارك الله وصلى على النبي انها شعله من النشاط، فما قدرتش تبقى جالسه مربعه يديها. اجي شنو هندير؟ دخلت اليوتيوب وبدات كتعلم الكروشي. بدات بالكروشي؟ بدات بالكروشي، بدات كتعلم. قالت لك وهي كتفرج في ذاك الفيديوهات ايتو كيبان لها ميم فلاشه الانترناسيونال، يعني على المستوى العالمي الناس كتبيع هذا الشيء. شدتها عرفتي ذاك بحال كيديرها شي لعبه، شدت صورت دارت صفحه صورت وهي تصيفط لها واحد السيده، هذه واش كتبيعيها؟ بحال هكا كانت البدايه. قالت لها اه، بعتها لها صفطتها لها وهي تقول اجي علاش ما نبداش نخدم هذا الشيء اكثر. من بعد اللي كان هذا الشيء اللي كان، وهي ولكن هي راه كتبغي هذه الصناعه اليدويه. دابا هذه هي النقطه المشتركه بين جميع النساء اللي جبنا حتى لحد الان. كتبغي الوليدات الصغار تيظهر لياك طبعا، لانك حسستي العمل ديالك كله الوليدات الصغار لحد الان. الوليدات الصغار يخدموا اكيد اكيد. الله يعطيك الصحه. انا بغيت نعرف دابا واش حاليا واش تتعيشي من هذه الخدمه ولا لا؟ ضروري كاين الدخل فيها. كاين الدخل، كاين الدخل الحمد لله، كاين الدخل فيها الحمد لله. الحمد لله. وناويه تطوريها ولا ضروري؟ ما باش كيكون عندك واحد الحب واحد الشغف لواحد الحاجه في الاول كتكون كهوايه، ولكن من بعد كتبغي تطور وكتبغي توصل يعني لمراتب كبيره، علاش لا اللي ما نطورهاش ونوصل. عندك كارني دات غيز دابا؟ عندك الزبناء ديالك؟ عندي لوغو ديالي، عندي كل شيء. وعندها الناس اللي ملي كيطلبوا الحاجه كيجي عاوتاني الاخر، هذيك اختها ولدت، الاخرى باغا تعطيها لبنت خالتها، الاخر باغي يهدي لشي حد. واللي عجبني في الحقيقه في القصه ديال خديجه هي ان الزوج ديالها كان اول كوميرسيال ديالها، فالناس اللي مشتغلين معاه كانوا اول ناس كومونداو لي برودوي ديال لاله خديجه، ومن بعد منها بدا بوش اوغي. الحاجه ملي كتكون الحاجه متقونه وزوينه والاثمنه مناسبه. شوف في الكواليس منى، حنا فاش ولدنا وهذاك الشيء هذا الشيء كان غالي. لاحظتي التناول بحال الدار البيضاء ما كاينش اختيار كبير، والاثمنه غاليه بزاف بزاف، وحنايا خدامين ما عندناش الوقت. انا كنت نتمنى انا نخدم بيدي ولكن ما يمكنش. دونك انا بغيت نسولك على الاثمنه اللي دايره انت. مثلا اعطيني هذيك الخديديه الصغيره ديها لي عفاك غزاله. هاد الخديه هادي مثلا الثمن ديالها شحال؟ 100 درهم. هادي الثمن ديالها 100 درهم صافي. ما نقول حتى شي حاجه اخرى، يعني كلشي اللي دايره فيها صحي. صحي تقدري تحلي، تقدري تحلي تشوفي مصوبه باليد ديالك ما شاء الله. سالي ماتيغ يعني صحيين ماشي. ها يعني تقدر حتى تغسل وكل شيء. تغسل تخويها تغسليها. اللاوات ديالها صحيه حتى هي، الله يعطيك الصحه. ما بغيتش نخسرها لانها غزاله تبارك الله. تبارك الله عليك. يعني كيف ما قلنا في الكواليس هذا الشيء كان تتباع غالي. هاد الكسيوات مثلا لي باربوتوز هاد الشيء كله في المتناول ديال الجميع. واش عندك سن او لا السيت اللي تستعرضي فيه هاد الشيء ولا غير دو بوش عندي دو لابوش الوغي؟ عندي باج فيسبوك وعندي في انستغرام. السيت لا ما عنديش السيت، غير خدامه على الفيسبوك وانستغرام، هما اللي حاليا تنبيع فيهم. وشنو هما المنتجات اللي تتخدمي فيهم بالضبط؟ هما اللي احتاجيتي انت كأم ولا وسعتي المجال ديال العمل ديالك؟ لا موسعة، راه من غير هادشي ديال لي بيبي تنخدم هكا مخدات ديال الديكور لي سوفينير هكا. صباحيت باللوغو القديم ديالها. شكرا لك بزاف. الله يحفظك تستاهل. الله يحفظك. يعني وحتى فاش كتكوني كأم ومحتاجه واحد الحاجه كتعرفي دونك الكليونت اشنو كتبغي، يعني انت كتجربي كتعرفي لا كليونت شنو كتبغي. هذا سيعني لاله خديجه بانك تتعرفي تخيطي. طبعا تعرفي ترزي. تعلمته امتى تعلمتي؟ خدات لا ماشين. لا عاود لها القصه ديال لا ماشين. لا باش وصلي لهذا الاتقان هذا ماشي سهل، يعني ماشي وليد البارح. لا راه تتخدمي عليه راه. المهم دابا هذا الشيء الخياطه شي عام، اما هذا الشيء الكروشي راه شي 3 دابا باش تبارك الله عليك. هذا الشيء عام غير عام اللي درتيه؟ عام وتعلمت بوحديتي. انا عاود لك القصه ديال لا ماشين. جات واحد صاحبتها قالت لها دابا انت خدمتي في هادشي بديتي، خذ لا ماشين راه عندي وحدين كنبيعهم. قالت لها ما تنعرفش نخيط. قالت لها غير خذها ومن بعد فهادشي جات وخذاتها.
وبدات كتعلم فيها. قلت لها واش ما درتي لا ما مشيتيش عند المعلمه؟ قالت لي والو. قالت لي كندير الثوب ونبقى في الطرف في الطرف في الطرف كنقاد في هذه وهذه كتعوج وهذه. قالت لي تتقنتو. صلاح النبي عليك، هذا هو الاصرار. هادشي اللي عجبني فيها المراه المغربيه، كتكون عندك واحد العزيمه واراده راه اكيد غادي توصل داكشي اللي بغيتي وغادي تتعلم. انت راضيه دابا باللي وصلتي ليه؟ الحمد لله، ومازال ان شاء الله نوصل. اكيد. شنو الاطار القانوني ديال المشروع ديالك؟ مازال في طور يعني الدراسه، يعني طور البحث والدراسه. مازال نتجه لمنى الصباحي. وفين تتشوفي لاله خديجه؟ منى الصباحي، اذكر بانك دكتورانت فياشك في لونتربرونيا. في لونتربرونيا، فعندك ادراك والمام ما شاء الله بعالم المقاوله. شنو ممكن تنصحي خديجه وانت شفتي اشنو تقدر دير وشفتي الطموح ديالها وشفتي لومبيسيون ديالها؟ وتعرفت كذلك على تفاصيل اخرى يمكن اللي ما كيقدناش الوقت نجبدوهم في البرنامج. فخديجه تبارك الله من انطلاقا من الخبره ديالها من العزيمه ديالها عرفتي تبارك الله واحد الشعله من الطموح، واحد الشعله من الاصرار ومن حب التعلم، وكذلك عندها الناس اللي تقدر تبدا معاهم. فمن بعد ما شفنا مجموعه الصيغ القانونيه الممكنه اللي مناسبه لها في الفتره القادمه واللي هتبدا تشتغل عليها ان شاء الله الرحمن الرحيم، هي التعاونيه احسن حاجه تستفد من الدعم من القرايه من الطير. وكذلك هذا المجال هذا يعني تقدر تعلم وحدين اخرين، تقدر انها منه تخرج كذا كذا شعبه، يعني مثلا شعبه ديال الديكور ديال المنزل، شعبه متخصصه غير في هادشي ديال الاطفال الصغار. لالا منى الصباحي قلتي لي قبيله بان لالا خديجه بدات تتعامل مع ناس على برا، على الحد العلم ديالي التعاونيه عندها امتيازات الا بغات تصدر المنتوجات ديالها او لالا؟ تكون عندها امتيازات لا في التسهيلات لا في الديوانه، لا في التسهيلات ديال تدخل العمله وتخرج العمله، لا تسهيلات باش انها في الضرائب، يعني واحد الاطار قانوني اللي كيساعد اللي عنده صنعه واللي باغي يشتغل واللي باغي يعطي على انه يزيد القدم. وكذلك الدعم، راه لينديرش كتعطي الدعم، الا كان الدوسي ديالك مقاد وعندك العمل وعندك يعني هكا يا داير شي حاجه راه فعلا. شوف بزاف الناس عندهم داك الفكره لا خاصني الوساطه لا خاصني هذه، الناس اللي اشتغلنا معاهم من الحد الان واللي حضروا معنا في حنه اليد بدون وساطه حصلوا على الدعم. لا خديجه اش بان لك غتمشي في الطريق ديال التعاونيه؟ ان شاء الله ضروري ان شاء الله. ان شاء الله التعاونيه. مازال عاد بدينا عاد بدينا الفكره بانت لي السميه ديال البيبي ديالك غادي تكون. شكرا لين لك على عندها جوج بنيتات صلح لك، عندك جوج بنيتات الله يصلحهم لك ما شاء الله وشوفهم كيف ما بغيتي. شكرا لك بزاف. شكرا لك وشكرا اللي اعطاك المثل بزاف السيدات اللي ربما تيشوفونا وتيعرفوا يديروا بزاف الحويجات بديداتهم يقدروا يدخلوا بهم دخل قار ان شاء الله، فيكفي انهم يتوكلوا على الله ويدخلوا في مشاريع بحال هكا تعاونيه مقاوله مقاول ذاتي، حنا معهم باش نعاونوهم. شكرا لك مره اخرى. شكرا لك منى الصباحي، نتلاقاو اما قريب ان شاء الله. لحظه نمشيو نكملوا حلقه اليوم الصباحيه الدزام مع الفقره المهليه. أكيد لاحظتوا في الأونة الأخيرة تكاثر بعض الصفحات وبعض الناس اللي تيدعيوا أنهم يقدروا يسهلوا عليكم الحصول على التأشيرة ديال شنغن أو الدول الأوروبية، وحنا عارفين بأن التأشيرة تقلالوا إلى لم يكن قد نعدموا. فهاد الناس جاوا وكون واحد الشبكة باش يعني يسهلوا المأمورية لكل المواطنين، وحصل انه نصب على بزاف ديال الناس. السيده خديجه روقاني السلام عليكم. وعليكم السلام سميره. فعلا هذا الموضوع ديال الحصول على تاشيره ولا هاجس عند المغاربه اللي كيبغيو يمشيو للدول الاوروبيه وخاصه بعد الجائحه ديال كوفيد، وبالضبط يعني التاشيره ديال شنغن ولكن ماشي مع جميع الدول الاوروبيه، مع بعض الدول الاوروبيه وخاصه فرنسا وتابعة بعض الدول مثل إسبانيا وغيرها. وبالتالي يعني هذا المشكل في الحصول على الفيزا وعلى أعلى موعد من أجل طلب التأشيرة، بغض النظر على المشكل الثاني يعني خفض العدد ديال التأشيرات خاصة بالنسبة لفرنسا، خدات هذا القرار ديال أنها خفضت التأشيرات النصف. من غير هذا المشكل كاين مشكل أصلا ديال الحصول على موعد. وبالتالي ظهرات بالتزامن مع هذا الشيء ظهروا ناس لي ولاو كيشتغلوا وسطاء في الحصول على الفيزا بالعلم ديال هذوك الدول الاوروبيه ولا لا؟ واكيد غيكونوا كيعرفوه ما يمكنش ما يكونش القنصليات يعني كتقصدي القنصليات ديال ديك الدول تماماً في المغرب وكذلك حتى السلطات المغربيه، بحيث انه سميره كنا كنضطروا نمروا من هاد القنوات. لان مثلا
كيتفتح موقع الكتروني ديال قنصليه معينه ياك كيوضع المواعيد 5 دقائق ما كيبقى حتى موعد وكتلقاي بان مصدر معين يعني جهه معينه شخص معين معناه سمسار معين باش نسميو بمسمياتها خذ المواعيد كامله كياخذ يعني مواعيد عده وبعض المرات بنفس يعني البريد الالكتروني الالكتروني ديالو لادريس ميل لادريس ميل والناس الاخرين ما تيبقاش لهم تيعاود يتاجر فيها كيبدا كيبيع وكيشري فيها يعني كتولي كتخلصي هو كتخلصي الشركه اللي هي كتعالج الوسيطه كتعالج هذوك الملفات كتاخذهم باش تعطيهم للقنصليه وعاد كتخلصي مصاريف ديال التاشيره اللي كتفرضها القنصليه ديال الدوله اللي انت طالبه التاشيره ديالها وهذا الشيء كله بطريقه غير قانونيه وكاين اللي مثلا ما كيخلصش لا ضرائب لا حتى شي حاجه على هذا الشيء ودوره اصلا ماشي قانوني وغير مسموح به وغير مؤطر قانونيا بحال مثلا هذا الوسيط او هذا السمسار ولكن السؤال اللي كيطرحه سميره ان كيفاش كيتوضعوا مواعيد مثلا انا ما غنقدرش ناخذ موعد انت ما غتقدريش تاخذي موعد ولكن كاين شخص متمرس ولا ما عرفناش شنو ولا عنده علم وقتاش غادي تحطوا المواعيد راه بعض المرات كتدخلي في هذاك الموعد يعني دقائق من بعد كتلقاي ما بقى حتى شي موعد اذا كيف يعقل هنا كتوضعي علامه استفهام مع من كاينه تواطؤات ما هي الجهه اللي عندها علاقه بهذا الموضوع ديال منح التاشيرات او منح المواعيد اللي ممكن ان تكون عندها علاقه بهذا الموضوع واش ممكن هذه القضيه لان خص فيها بحث حنا ما عندناش العلم اليقين الاكثر من ذلك يعني هذا الشيء كيف ما كنقولوا راه ليه الدواء يعني كتزيدي واحد المبلغ معين ولكن كتاخذي موعد كتاخذ موعد طبعا ولكن دابا كاين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه على الفيسبوك اللي مسمينها يعني فيزا شنغن وكيعرضوا خدمات ديال اللي عندها علاقه بخدمات اللي عندها علاقه بالقنصليات من ضمنها التاشيره وتيديروا على اساس ان الموعد مضمون فكيدخلوا الناس لهذوك لي باج راه كتلقاي لي زابوني فيها بالالاف وبعشرات الالاف وربما اكثر انك تدخلي كتلقاي شخص معين باسم معين انك يعرض الخدمه ديالو كتواصلي معاه في الميسنجر كيعطيك التليفون ديالو هذا الشيء اللي بغينا ننبهوا المغاربه ليها كيعطيك الهاتف ديالو كيتواصل معاك ممكن كيدرسوا الشخصيات حسب المكالمه الهاتفيه كيضطر احيانا يعاود لقصه حياته وقصه حياه الاب والام ديالو باش يطمئنك شكون هو وكتلقاي بان يعني اللغه اللي كيتكلموا براقيه وبان يجيدون لغه اجنبيه اخرى وخاصه الفرنسيه وان كاع المصطلحات يعني الليكسيك المصطلحات كل اللي عندها علاقه بهذا الموضوع حافظينها وضابطينها وكيستعملوها طبعا هذا الشيء في القانون الجنائي كيسميه الفصل 540 اساليب ديال النصب هذا هو الاسلوب ديال النصب هذو هما لي زوتي اللي كيستعملوا في النصب لان كيعطيك واحد التاكيدات خادعه وكيعطيك مسائل اللي مغلوطه باش انه كيطمئنك وكيدفعك انك ديري واحد العمل ليضر بمصلحتك وخاصه المصلحه الماليه ديالك اللي هي انك تعطي مبالغ المشكله هاد الناس ما كيديوش لك غير ما نسميه التسمصيره ديالهم انا ما غنسميهاش اتعاب ولا نسميها اجر لان بعيده هذاك الشيء كيدي لك التسمصيره ديالك كيدي لك المبلغ ديال التاشيره مصاريف ديال التاشيره لان دابا حاليا ولا خصك تادي ولا دابا خصك تادي يعني اونلاين خصك تادي هذاك المبلغ دابا ان كاين الناس كيسقطوا في الغلط وما تيعرفوش بان راه كاين بعض القنصليات اللي كتوضع من الشروط ان الاداء خصو يكون بطاقتك البنكيه انت فتصوري انا طلعت على بعض الحالات وبان هاد الناس يعني راه مستويات علميه وناس اللي عندهم مراكز اجتماعيه داخل المجتمع ونصب عليهم لكن طلعت عليهم هاد الحيال وان نصب عليهم وداو لهم فلوسهم يعني كيعطيك من بعد ما كتواصلي معاه كتعطيه وكيعطيك التليفون كيتواصل معاك في الواتساب بلي زوديو ولا بمكالمات ولا برسائل مكتوبه وانا كيعطيك واحد العنوان واحد لو سيت موقع الكتروني كتدخلي ليه كيخرج لك صفحه من وكالات تحويل الاموال اللي معروفه كنمشيو بغينا نصيفطوا فيها الفلوس كتخلصي فيها
كتخلصي فيها المبلغ الاول، من بعد كيتواصل معك كيبدا يوهمك بوثائق كيقول لك خاص بريد الكتروني نديرو لك ولا عطيني البريد ديالك، كيسلك وثائق اللي متاحه في لو سيت ديال الشركات ديال المواعيد اللي هو معروف الوثائق اللي خصك انك تعطي تكون لك الملف ديالك من اجل طلب التاشيره. وتيبغي يدير لك زعما هذيك راه انت عندك استثناء. نعم انا عارف كيرسل لك الفوقي ديال واحد الورقه ديال المواعيد، ولكن اش كيدير؟ كيشطب على واحد الغيفيرونس، على واحد الرقم كاين. كاين ناس اللي تنبهوا سولوه باش كيبرر، لا كاينين الناس اللي خداو رقم حجز الموعد ومشاو بلا ما يخلصوا لي الاتعاب ديالي. لان انت كتعطي يعني تمام ديال الجواب على جميع الاجوبه. جميع الاجوبه، لان ملي كتخلصي المصرف كي سوا ديزون خدا موعد تيرسلوا لك، ولكن الا راه ما يمكنش يرسل لك هو الموعد ودير لك الفلوريسون على مثلا على مرجع كيبرو بهذه القضيه. احيانا كيقدر يكون التاريخ غلط، كاين الناس اللي تنبهوا التاريخ غلط كيقولوا لا حقا غير السيستم بوغا. الجواب لكل شيء وبسرعه وبواحد الدقه، يعني اساليب ديال الاحتيال وديال النصب اللي في منتهى يعني الدقه. ما تشي كلشي تقيدوه لانه نعم. مهم جدا، يعني حذاري من الناس اللي كاينين في مواقع التواصل الاجتماعي واللي كيواعدوكم بهذه المواعيد. حذاري ثم حذاري، يعني بزاف الناس اللي وقعت بزاف الناس اللي وحنا يعني ملي كنمشيو لتشارات حنا كنساهموا انه ينتشر الاجرام في بلادنا. اذا انا وفي الاخير يعني تيغلق الهاتف وما تيبقاش يجاوب، تيشدو هذيك الساعه ولا تيبلوكيك، يعني تيبلوكيك. كاين بعض الهواتف اللي كانت بقى خدامه، ولكن ملي كتصلي مثلا بارقام اخرى انما هما ما كيجاوبوش على اي واحد، ما كيجاوبوش. انا عندي سؤال استاذه خديجه الروقاني. نعم. ان قبل من جائحه كورونا وقبل ما يكون هذا التمصير في هذه المواعيد ديال التاشيرات، كانوا واحد الوكالات مختصين في التاشيره. كاينين هادوك بصفه قانونيه ما تنهضروش عليهم. هادو لا 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 ما كنتكلموش على الشركات الوسيطه ما بين طالبي التاشيرات وما بين القنصليه، واللي كتكون القنصليات متعاقده مع بصفه قانونيه. تيكون عندهم دي بيرو ياك، تيكون عندهم دي بيرو. لا هادوك رسميين ومتعاقده معهم القنصليه، هادوك تيمارسو خدمتهم ليغال. داك اللي خدمتهم ليغال. ما كنتكلموش على هادوك، كنتكلموا على الوسطاء اللي كيكونوا ما بينك وما بين هذيك الشركه باش توصل عندها وتعطيها الملف، يعني حجز الموعد. شنو نصيحتك اليوم أو اولا الوقايه، تكلمنا على الجانب ديال الوقائي، هو هذا حذاري وما تمشوش لهاد الطرق نهائيا. الحاجه الثانيه اللي بغيت نقول، السلطات المغربيه، النيابه العامه، جميع الجهات المعنيه خصها تدخل من اجل حمايه المواطنين، من اجل حمايه المواطنين من هذا النصب والاحتيال اللي كاين دابا. وان عندنا فرق ديال الشرطه اللي مؤهله مهنيا للبحث وضبط هاد الاشخاص بين قوسين اللي كيمارسوا هاد النوع ديال الاجرام. ما يمكنش انه كاين والسلطه ما تحركش. كذلك القنصليات وهاد الشركات يتواصلوا مع المواطنين، يديروا بيانات يوضحوا بانه اشنو كاين، كيفاش انه ما كيقدوش مواطنين يوصلوا مواعيد، كيفاش ان كاين غير وسطاء اللي كياخذوا مواعيد، كيفاش انهم يقبلوا هذا الشيء. يعني هذا والحاجه الثالثه اللي بغيت نقول، وان هذا الشيء خصنا نديروا شكايات. كاين الناس اللي كيتعبوا كيقول لك بانني تفقست وبانني ضيعت وقتي وضيعت فلوسي ونجيد نكمل. لا خصك توضع شكايه، مسؤوليتك كمواطن ومسؤوليتك تجاه مواطنين اخرين باش ما يطيحوش في نفس النصب والاحتيال اللي طحتيه. كاينه شكايه، هذا سميتو نصب واحتيال، فصل 540 كيعاقب عليه بعقوبه حبسيه زائد الغرامه الماليه. كذلك كاينه العديد من الفصول الاخرى اللي كتدخل على الخط، ممكن متابعه هذوك الاشخاص بها. بحال هاد الفصول مثلا، نعطي غير مثال، لان كيقدر فعل كيقبل عده اوصاف، او مثلا درتي حاجه وحده ولكن هي راه فيها بزاف الافعال اللي درتيها اجراميه. مثلا الفصل 677 من القانون الجنائي اللي كيجرم تزوير وثائق معلوماتيه واستعمالها. حيت هاد الناس ملي كيصيفطوا لك واحد لو سيت كتدخل ليه وتيحيلك على وكاله ديال تحويل الاموال، وهاد الناس ملي كيزوروا وثيقه ديال المواعيد وكيرسلوها لك، ولا هاد الناس ملي كيزوروا العديد من الوثائق اخرى، هذه حتى هي جريمه كيعاقب عليها القانون. كذلك انا كنقول بان السلطه
والجهات المسؤوله بغات توضع حد لهذا الشيء غتوضع لي حد اكيد لان غتتبع ولكن الناس خصهم يضعوا شكايات تبع غتكون مسار الفلوس منين تخداو هذوك الفلوس اه وكاين مبالغ مثلا هو التصمصيره ديالو كيقول لك دير لي واحد وضع راه اشاره ديال مبلغ معين واحد لا ميزا ديسبوزيسيون اللي له هو ويمشي لاي اجونس وكياخذ يعني لو سيركوي معروف السلطات يعني غادي توصل لقاهم راه مع بنك المغرب مع الوكالات مع الشركات ديال الاتصالات غادي يوصلوا لهاد الناس. واضح شكرا لك استاذه خديجه الروكاني تنشكرك بزاف على هذه الافاده اللي فتي بها بزاف المواطنين اللي واقفين على الفيزا ولربما تيتشبتوا في هذا الخش تماما فما تثقوش بزاف وردوا بالكم من كل الوثائق وردوا بالكم من الناس اللي تتعاملوا معاهم. شكرا لك استاذه خديجه الروكاني. بقاو معنا مشاهدينا نمشيو نختموا حلقه اليوم مع قفطان صباحيه الدزام وليلى حجوي. وحفصة بوغرين هي ضيفتنا في فقرة قفطان صباحية دوزام جاتنا مباشرة من الديارة الفرنسية ضيفة ليلى حديوي اللي جات اليوم أنيقة كالعادة. شكرا لك شكرا لك سميرة. السلام سميرة ومساء الخير على مشاهدين صباحية دوزام لأن اليوم أنا فرحانة عندنا مصممة جاتنا واحد جابت لنا واحد لاتوش ديالها شابة غزالة من فرنسا كيف قلت يا سميرة ولكن فريمون غادي المشاهدين غادي يعجبهم بزاف لأن هذا العرض هذا مميز غنتعرفوا عليك اكثر. حفصه بوغرين تكلمي لنا على نفسك. السلام عليكم ليلى. سلام سميره. مرحبا. الوغ انا جايه من فرنسا و مغربيه بيت مغربيه و بارابور ا مون كونسيبت اي مي كوليكسيون سا رانت دون لو نوفو كونسيبت موديست فاشن لي برينسيبالمون اون في دي كونفيكسيون ان رابور افيك لا بودور. فوالا داكور. Et des confections qui ont généralement le voile qui va avec. Magnifique, voilà. On prend, on achète. Alors, Radi, شحال من عام وانت في هذا الميدان حفصة؟ Maintenant, ça va faire 5 ans. 5 سنين وانت في هذا الميدان هذا في فرنسا في اين مدينة؟ مارسيل. مارسيل. ليلى لاحظتي معايا بزاف المرات درنا عروض ازياء خاص بالسيدات اللي تلبسوا الفولار ولا المحتجبات لكن ما عمرنا ما استضفنا يعني قفطان في القفطان في فقره القفطان شي وحده اللي متخصصه في القفطان بالحجاب. عندك الحق لان حفصه هي بعدا اصلا هي كتصوب لي فولار كتصوبي القفاطن وكتصوبي حتى الفولار اللي كيجي معاه دوك السيدات تجي تتلقى كل شيء عند حفصه حتى ديك هنيك على الشده اللي دايره هي غزاله. اكزاكت. اذا غادي نشوفوا اول قطعه اللي مقترحة علينا حفصه بوغرين اللي جاتنا من مارسيل من فرنسا بهذه اللبسه هذه اللي لابسه سوريا دونك السيده تقدر تلبس الفولار ولا لو شال ولا تحيدو على حسب الاختيار ديالها ياك سي فا وهذا سي ان كافتون افيك دي بلوم الوغ لا سيناتور ديال لا كوليكسيون غنشوفوا بزاف ديال لي بلوم اللي هما دارجين على الموضه في البريت ابورتي بزاف الوغ هنا قفيتين خفيف مي لا توش مودرن هي لمسه ديال لي بلوم ياك احسن سي فا وي هكاك طالع جغزال ودرتي الوان هاديه باستيل مهدنا جات غزاله الله يعطيك الصحه. Alors, qu'est-ce que tu as utilisé? Alors, c'est du crêpe, crêpe de soie, brillant, très, très subtil, on ne voit pas trop les paillettes. Et ensuite, on a fait un petit retape qui est en ce moment très, très tendance. Et qui est le col? Les cannes full col et sur l'ensemble de la robe et même sur les manches. La même couleur les quatre, qui fait rappel le qaftan. C'est ça. Fin qu'est-ce que tu as le qaftan de Djalka? Agadir. Ah, Agadir. Donc, tu as les origines de l'Agadir. Agadir ou Mknes. Ah, j'ai c'est un beau mélange, Agadir ou Mknes. Exactement. Et هنايا كتصوب دونك تتصوب لا كونفيكسيون في المغرب وكتديها كنديهم في فرنسا وعندك اقبال يعني تشاد لا il y a du succès في هذه التوني ديالك surtout avec le voile ياك avec c'est ce qui fait la différence. alors هنا تنشوفوا هنا عندك واحد le drapé c'est une robe هذه ياك c'est une robe هذه c'est une robe avec المضمه ديالها et avec des touches traditionnelles comme faire la rade sur le col, avec la tfera sur les manches. Anna, c'est un peu comme le concept déjà. Avec des épaules larges. Tabarakallah alik. Et ça se prête temps sur temps. C'est ça. Pas souvent. J'aime bien mélanger un peu tous les styles pour que chacune de nous, elle se retrouve en fait dans les collections. Très bien. Et
كيف قلت لك سميره كانت لا توش ديالها في هاد لا كوليكسيون كانت هما لي بلوم ولا ديك الريش اللي كنشوفو في اللبسه. حفصه بوغريم انت كنت فوالا سي ان اوتر ستيل ودائما كتبقاي واش هادو هما لي كولور ديالك المفضلين لي بريفيري ديالك هما لي كولور بيج كريم. J'ai un coup de cœur pour les couleurs crème, mais je peux dire vraiment de tout, de tout, de tout. Cette robe est venue de mon frère. Vraiment très classe. C'est une robe avec c'est une abaya, un peu avec cette manche-là qui est amovible, qui se porte de différentes façons. زوين فيها يعني ما تتفهميهاش في الاول غير تتشوفها ما تتفهميهاش مي عاطيه عاطيه العين عاطيه النخوه وهنايا كنشوفوا دايره دي بيرل مع لي بلوم Ça fait le rappel du détail qu'il y a sur les épaules. Très joli. Donc nous ça soit ou nous la l'autre c'est ça une manche de cape. Donc cette لبسه اللي غادي نقدم للمشاهدين هي لها علاقه مع الكلاسيك. الكلاسيك بان حفصه تدير ان بو دو كو تدير كل شيء. اي هنا بينتي لنا مهارات وحده اخرين عاود بينتي لنا بان القفطان المغربي على اصول راك تديري حتى هو Alors c'est du crêpe. Au kulchi, toutes les perles sont mises à la cousues à la main. Voilà. Pour différencier le traditionnel au moderne, madame Alihash l'arrête. Benalihari les perles et les strass. Même si c'est plutôt dans le moderne. Dans le moderne. La façon. Voilà que le qissa ou le fassal ou هذا الشيء درتيها بالدية. Ouais, c'est ça. تبارك الله عليك. نكملوا عرض حقيقة مميز ديال حلالة حفصة اللي جاينا من فرنسا. دائما مع حفصة بوغرين اللي جاتنا من مدينة مارسي من فرنسا اللي غادي نشوفوا ان ستيل خفيف زعما سي ان مونتو فوق ان كافتون سي سا؟ سي سا ان كيمونو فوالا. Je voulais vraiment mélanger le côté oriental, occidental et aussi asiatique. De la collection. Alors, le côté asiatique fin qui est le col. Dans le col. Voilà. D'ailleurs, les tons beige, les tons pastels. Souvent, oui. بالنسبه للاثمنه ديالك حفصه بوكرين واش مناسبه ولا C'est des pièces uniques ou C'est des pièces uniques, des pièces mais uniques. Sur confection. Après, c'est des éditions limitées. Je ne confectionne pas la même création plusieurs fois. Justement, pour avoir cette rareté dans la pièce et ne pas se retrouver à être plusieurs à avoir la même. Parce que c'est ça y est, ça te fera le. Que c'est une mise, moi, ça te fera le Oh, joli. Très joli. هنا الكوتي عاوتاني ازياتيك كنشوفوه في هذا اللبسه هذا ديما حتى هما كتبيعوهم مع اللبسه ولا هادو غير ديال العرض؟ نو هادو غير ديال العرض دونك سي مي سا دون بون ايدي فكره زوينه دونك هذا شنو هذا سي ان كافتون لي مانش اللي مختلفين على القفطان يعني لي مانش بوحدهم غايرين سي سا سي جوهره جوهره Après le reste, le carton est travaillé avec du crêpe. Le flou, c'est de la des petits crochets. Les crochets dorés. Ça change tout avec les crochets. Exact. Là, tu vois les manches, les bras. Là, je trouve que c'est de très les manches, ma coutable. Je t'attends une touche. Une touche, ouais, un peu de. C'est pas mal. De nouveauté. Quand tête jouée. Exactement. T'as une touche moderne. Et bien sûr, il y a le bras de tir sur mesure, que ce qu'on peut dire, c'est que tu as la taille de la taille ou la taille de l'événement. Oui, voilà. Et après, le salam qui est là, Hafsa Bougrine, il y a le sahedi. Très joli, j'aime beaucoup le mélange de tissus, de couleurs. Voilà, on revoit encore le côté asiatique, mais à Santa. Ah, il y a le côté asiatique, exact. وانتي كتخدمي بزاف في لي زيبولات شفتك كيعجبوك داك لي زيبولات لا كوليكسيون سميتها امبريال دونك بور موا لا فام ايل ديفي اتر او ديسو باش تبان فريمون بويسانت اي شيك سي فري كو سورتو السيدات اللي ما عندهمش لي زيبول فاش كدير لهم لي زيبولات كتعطيك واحد النخوه والى عقلتي سميره واحد فاش كنا حنا باقيين صغار لي مامون ديالنا كانوا دائما لي زيبولات لا كنا ما عقلتش كنا سلق انتي باقا صغيره لا كنا كنسلقو حتى في الرومي اكزاكت اكزاكت شكرا لك لاله حفصه شكرا لك جيتينا من
من مارسي. نتمنى لك التوفيق، تبارك الله عليك، تبقي متبره بحال هكا باش تمثلي القفطان المغربي مدينه مارسي ان شاء الله. مشاهدينا هكذا تستريح حلقه اليوم صباحيه الدوزيام، غدا غادي نتلاقاو ونتكلموا على الاستعداد للصيف مع الاطفال، موضوع فقره للاحسان مع منى الصباحي. امراض وحالات مها الشريبي غادي تخصصها للعجز الجنسي بحضور ضيفه الاخصائي في جراحه المسالك البوليه والكلي دكتور انيس خليل. الكل والمزيد دائما في صباحيه الدوزيام، نهاركم.